السلام عليكم متابعينا الكرام. اليوم عرضنا تفريش الاسعار، اليوم عرضنا اسبوع قطعتين، والقطعتين ذن السعر جدا مناسب. اول قطعه من العرض رجعتك جهاز سامسونج دوز بعده مواصفات، مواصفات الكل تعرفها. والقطعه الثانيه رجعت هنا سماعه 19 بعده مواصفات، راح اقول لك اياها حاليا. نرجع على مواصفات الجهاز، مواصفات الجهاز رجعتك هنا دبل سيم كارت، سيم كارتات اثنين، وعندك الرام وعندك الكاميرا. رجعتك بلونين، اللون الابيض يجي بهذا الشكل، ويجي عندك اللون الاسود. نرجع على مواصفات الجهاز، اللمس مالته هنا جدا سريع، تقدر تنزل من جميع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، الواتساب، الماسنجر، تقدر تنزل بكل سلاسه. هذا عندك اللمس مالته. الكاميرا مالته هنا جدا واضحه، لاحظ عزيزي الكاميرا مالته وضوحها جدا قوي، احسن ما تاخذ لك جهاز صرصور ب 30 و40 الف. انا وفرت لك قطعتين بسعرهم جدا مناسب، سعر تفليش، وراح اذكر لك السعر بنهايه الفيديو. نرجع على مواصفات السماعه، السماعة مثل ما ذكرت لك بها شاشة ديجيتال، تظهر عندك نسبة الشحنة بهذا الشكل اللي هي ضد المي، تقدر تخليها بالمي ما عليها شيء، وبها ضمان سنة. وعندك بها باور بانك بقدرة 3000 من الام، تقدر تشحن من التليفون، واذا كانت عندك ساعة ابل تقدر تشحنها. مواصفاتها كلش حلوة. يجي عندك هذا اللايت، وعندك هذا المنفذ لشحن السماعة، وعندك هذا المنفذ الثاني تقدر تشحن من التليفون مثل ما ذكرت لك اذا كانت عندك ساعة ابل، وعندك هاي الميدالية. لان السعر جدا مناسب. الجهاز من حقاته كانت تجي عندك الشاحنة مالت الاصلية الجالكسي، وتجي عندك هنا الكيبل مالت الجالكسي، وتجي عندك هنا البطارية مالت الاصلية. لان القطعتين سعرهم جدا مناسب مثل ما ذكرت لك عزيزي. سعر الجهاز هذا واحدة جاي يبيعونها ب 25 و30، وسعر السماعة واحدة جاي يبيعونها ب 25. انا وفرت لك اياهم لان القطعتين سعر تفليش، ماكو هيك سعر. وفرت لك اياهم سعرهم 25 الف، والتوصيل 5 لجميع محافظات العراق.